يلا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. أو جلسة نبتغي بها جميعا وجه المولى عز وجل
إلا وإذا ملائكة المولى عز وجل معنا تصحبنا تشهد كما نشهد. فرصة أكيدة إلى كلنا نحمل ملائكة المولى عز وجل رسالة العظيم على وعلى بإذن الله تكون مقولة، وكل جميعا نستغفر الله العظيم الله انا واقف ورا من تبنى الله ونشيع الله ونديمنا على دافع عنا من الذنوب والاثام، وعزمنا عزما اكيد على الا لا عوده لمعصيه ابدا. وكما قال الحبيب المصطفى قول الحق في مثل هذا داعيا للزوجين ان داعي فاهملوا، يعني هذا لسانا يقولوا عن الزوج في مصر هنا وبتاع يقولوا ايه؟ اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم، اللهم بارك عليهم، اللهم بارك عليهم، اللهم بارك فيهما، اللهم بارك فيهما، اللهم اجعل جمعهم خير، اللهم اجعل جمعهم خير، اللهم اجعل جمعهم بركه، اللهم اجعل جمعهم بركه، اللهم اجعل بيتهم خير، اللهم اجعل بيتهم خير، اللهم اجعل بيتهم بركه، اللهم اجعل نسلهم خير، اللهم اجعل نسلهم خير، اللهم اجعل نسلهم بركه، اللهم ارزقهم خير البنين والحفده، اللهم ارزقهم خير البنين والحفده. وكما قال الحبيب المصطفى قول الحق، او كما قال صلى الله عليه وسلم نقول جميعا بارك الله لهما، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير. هكذا ما قال الحبيب المصطفى قول الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه يا حاجة والله اسكت يا حاجة، هنزغرط أنا وأنت والله. بس طب يا رب يا رب حتى وأنا هستناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. يا أحمد، بعد أن استقرت الله الذي لا يحيد من استقار، أسألك أن تزوجني موكلك شقيقتك نهى عبد الوالي أحمد على كتاب الله وعلى سنة نبينا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى مذاهب أئمة المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى الصداقة المسمى بيننا آجله وعاجله جوازا شرعيا صحيحا لنفسي وبنفسي، والله خير الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أخ إسماعيل، بعد أن استخرت الله الذي لا يخيب من استخار، زوجتك موكلتي شقيقتي نهى عبد الوالي أحمد على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى مذاهب أئمة المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى الصداقة المسمى بيننا آجلا وعاجلا زواجا شرعيا صحيحا لنفسك وبنفسك، والله خير الشاهدين. واحد قبلت زواجها ملكة لنفسي، وعاهد الله ولن أشرك بعهد الله أحد على ألف وعشرة وعشرة وعملها معاملة المسلمين.
مغلوب